شو هاد اللي عم يحكي عنه؟ ليش إجا لهون؟ أنت مو قلت إنه أنت وكاظم رح تحلوا القصة مع قدير؟ هذا اللي عم يعملنا مشاكل كتير. ما قدرنا عليه، الحقير اكتشف شو كان بدنا نعمل وقدر يهرب. ما عم بفهم هو كيف بيتجرأ وبيعمل هيك، كيف بيتجرأ يجي على البيت بكل عين وقحة عم بيقول إنه بده يرجع مرة تانية، كان لازم توقفوا عند حده. ما قدرت يا أمي، بتعرفي ليش ما قدرت؟ لأنه زلمة بيعرف كل شيء، في عنده تسجيلات صوتية لإلي. ما فهمت عليك، تسجيلات شو؟ الزلمة أخذ كل التسجيلات الصوتية من عيادة تبع ليلى، وهلأ التسجيلات معه وهو عم يهددني فيهم. أخذ التسجيلات يلي أنا حاكي فيهم كل شيء ومعترف كمان. كيف؟ قلت لك لا تجيبي هديك البنت يا أمي، قلت لك لا تعملي هيك ولا تجيبيها، بس ما رديتي علي. كان عنا الوقت مشان ننفض منها بس ما رديتي. بكل بساطة رحتي وجبتي المصيبة لعنا. أنت يلي جبتي كل هالمشاكل، أنت السبب اللي عم بيصير هلا أمي. كل هي المشاكل من تحت راس هديك البنت ابني، بس مو مشكلة، أنا بورجيها، بدي خليها تدفع ثمن كل شيء. هي ما بتعرف شيء بنوب. هلا عم بتدافع عن البنت قدامي؟ مو هيك القصة. كل يلي عم قوله إنه ما بتعرف شو عم يعمل هداك الواطي. لك كيف عم بتقول إنه ما بتعرف ساركان؟ مانك منطقي، معقول مو ملاحظ انه هدول الاثنين بحبوا بعضهم، مفكرين حالهم بيقدروا يلعبوا فينا؟ ليكي امي، هديك البنت عم تلاحقنا، عندها فضول تعرف شو صار لهندا، وقربت انه تكتشف هذا الشيء. برايك اذا بتعرف بالتسجيلات اللي مع الزلمه ما كانت استخدمته؟ ايه هديك البنت عم بتلاحقنا، وحضرتك لسه عم بتدافع عنها. ما عم دافع عنها، عم قول انها عم تلاحقنا وقربت تكشف القصه. شو صار، تفاجأتي كثير؟ شو كنتي متوقعه؟ شو بدها تيجي تعمل هون؟ وبعد ما تعرف كل هاي القصص تتصرف وكأنه ما صار شيء، ما راح يكون عنده فضول بنوبه وما راح تدور، هيك انت فكرة؟ قلي لي امي هيك؟ ايه طالما هيك منحل الموضوع من الاساس. انت ما راح تحلي اي شيء، ماشي؟ شفنا شو صار وقت اللي حاولتي تحلي الموضوع، شو راح تعملي؟ راح تروحي وتقتلي بنت؟ ايه وشو صار؟ لحد هاي اللحظة كنت عم بحمي هاي العيلة وعم بحميك ساركان، وراح ضل عم بحميك لآخر يوم بعمري، ماشي؟ لا تعملي هيك، لا عد تحمي عيلتك، وبعدين كيف بدك تحمي عيلتك؟ بإنك تتزوجي من نادر؟ ولا تجيبي هداك الزلمة على بيتنا؟ لا تتجاوز حدك. انت اللي عملتي هيك يا أمي، انت يلي بنيتي حياتنا على كذبة. على فكرة انت بنيتي حياتي وحياة ميناء كمان على كذبة كبيرة، وهديك البنت بس عم تلحق هي الكذبة، ما في شي تاني. ايه يعني انت مصر تطالع البنت مع حق؟ ما والله مو بس هيك القصة، اوقات كتير بقول يا ريت لو كل شي بينكشف لحتى نرتاح ونخلص من هالكابوس. امي اصحك، تدخلي نادر بهي القصة، عم تسمعي؟ هذا الحقير لازم يدفع ثمن اللي عمله. زهرة؟ شو بلاقيكي تعودتي على الاسم اللي ناداكي فيه هداك الزلمة قبل شوي؟ نادت لك زهرة رديتي دغري؟ شو عم يصير هاندا؟ شو عم تخبي؟ ولا شي. ولا شي مع هيك؟ بتعرفي إنه في مرة رن موبايلك ووقتها أنا اضطريت إني أطلع ورديت، والزلمة اللي على الخط قال مرحبا زهرة؟ أنت عم تحاولي تضحكي علينا شي؟ انت اساسا ما فقدتي الذاكره، ما هيك؟ ما عم بضحك عليكم ولا شيء. كيف يعني؟ اشرحي لي. يعني موضوع المكالمه وهداك الزلمه اللي اجى قبل شوي ونادالك زهره؟ بس هو قال انه كان عم بيدور علي طول الوقت، معناتها ممكن يكون لقى رقمي واتصل فين. يعني صح، ممكن. ممكن نحكي شوي؟ خليني اترككم لحالكم. فيك تضلي جيري. هاي البنت رح تنهي حياتك، ورغم هالشي رح تضل تحميها، بس ما رح اسمح بهالشي، ما رح اسمح لهديك البنت انه تخرب عائلتنا لو شو ما صار. الزلمة اللي كان هون قدير، واضح انه هو صدمك بشكل كبير مثل ما صار فينا كلنا، بس اهدي ولا تضايقي حالك ماشي؟ ليكي بالاخر
ما بهم شو يلي صار بالماضي، انت اختي ولو شو ما عملتي ما رح يتغير هالشي. بالنهاية المهم بالنسبة إلي سعادتك، وإذا ما عاد بدك تشوفي هداك الزلمة مرة تانية بكفي تخبريني، أما إذا بدك تشوفيه فرح أحترم هالقرار، بس بدي إياك تعرفي إني أنا جنبك بكل الأحوال، القرار إلك، ماشي؟ بالمناسبة يمكن ما بتعرفوا، السيد نادر فات على السجن. السيد نادر؟ ليش؟ موضوع له علاقة بالشركة، بس لا تاكلوا هم، رح يطلع عن قريب. عندي شوية شغل، بشوفكن. ما عم صدق، يعني السيد نادر يامان بكل قوته دخل على السجن؟ معقول جينجو ما عنده خبر بهالموضوع؟